نبيل شاكيرا، اول حاجه شرفتونا بالحضور ديالكم اليوم. بغيت نسول شاكيرا الاولى، كيف داز الحفل؟ داز رائع جدا جدا جدا، والناس راه غادي يشوفوا في الفيديوهات وغادي يشوفوا شنو كيفاش داز والمستوى اللي داز فيه. الحمد لله حيت شفناك حيحتي. واش هذا كان غير هو الكادو الوحيد اللي عطيتي لياسين وسام؟ لا بطبيعه الحال، ولكن داكشي الاخر كيبقى بيني وبين ياسين وسام. انت كنتي من المنظمين ديال هذا الحفل، ياك شنو هما الصعوبات اللي واجهوكم تقريبا من الاول لدابا؟ تيقني قلت لك ان الحمد لله ما واجهتنا حتى شي صعوبه، وان كاع البيبان كانوا مفتوحين لنا، وكاع الناس اللي هضرنا معاهم مرحبوا بالفكره، وحتى الناس اللي ما اتصلناش بهم هما اتصلوا بنا وعرضوا عنا انهم المساعده. المغاربه حتى هما كاين اللي صيفط الفلوس وما جاش، والجاليه المغربيه حتى هما تعاونوا مع ياسين صيفطوا لي عن طريق حمزه مون بيبي. يعني سبحان الله، يعني كل شيء يسر له الله، ومكتب ديالو رزقه جا حتى لعندو الحمد لله. نبيل اش بالك في الهضره اللي قالت؟ اشنو قالت الهضره اللي قالت؟ ما سمعتيش؟ لا بصراحه، هي شوف من ناحيه التنظيم انا كنت كنشوف بزاف د الحوايج، كنبغي نحيي كل واحد بسميتو، سوا شاكيره كريمه، خلدون، خاتيم، منير. انا كنت كنشوف ان ناس يعني غير على قبل باش يبيعوا تيكي وحده يقدر يديبلاصا لواحد المسافه بعيده. فريمون انا شوف فريمون كنبغي نحييهم، خصوصا انهم عندهم التزامات، كل واحد فيهم عنده التزام خاص، وبغاو انهم ينجحوا هذا ليفينمون وينجحوا غير باش ياسين الحمد لله يكون عنده دارو ويكون عنده بروجي ديالو باش يعاون. وكيف ما كنشوفوا ان شاء الله ياسين غادي نوليو نشوفوا كيتمشى، يعني هذه بادره زوينه والحمد لله، هذه حاجه اللي هي زوينه ما يمكنش ننكروا هذا الشيء. نبيل وشاكيرا، ديما كنشوفوكم يعني في حفلات فنيه والاعمال الخيريه، شنو هو السبب؟ شوف نقول لك واحد الحاجه، جاوبي هو انا ونبيل تصبينا في واحد الجو، يعني اللي كنشوفوا وجهنا كيديروا الخير بزاف، كيتعاونوا بزاف، وهذا الشيء تربى فينا. وفاش انا ما كنتش كنعرف نبيل، من تعرفت عليه لقيته يعني تقريبا انا وياه نفس الظروف ونفس التفكير. يعني هو عنده واحد الحاله انه الله يخليه عليه، عطاته الحنان، رباته، يعني كيدير الخير ضريب ديالو، ماشي فلوسه ماشي ديالو. هكاك حتى انا والدي الله يخليهم ليا، والله يرحم بابا الله يخلي ليا مامتي، يعني تربينا في هذا الجو هكا داير. وهكا باي واحد اقترح لنا شي عمل خيري كنمشيو ليه، ما كنرفضوش، يقدروا كاع تكون عندنا خدامي وكنحيدهم وكنمشيو، والله يقدرنا والله يعطينا مناش نعطيو ونعاونوا الناس. حيت كاينين الفنانين ملي كتعيط لهم على عمل خيري وكيما بين قوسين كيسمعونا غادي يخدموا فابور كيرفضوا. انا سمح لي، انا من خلال هذه التجربه اللي عشت ديال انني نظمت، كنت من الناس اللي منظمين هذا العمل، كاع الفنانين اللي عرضنا عليهم واللي اتصلنا بهم، والله القسم حتى الناس اللي كان عندهم يعني عمل في داك لادات خواو باش يكونوا معنا. واليوم تفاجئنا بحضور فنانين يعني اللي كانوا ما مساليينش وجاو بلايص اخرين وحضروا معنا الحفل. شاكيرا، عندي واحد السؤال اللي تعرف بزاف ديال الناس مواقع التواصل الاجتماعي وكيسولوا عليه، منين جات التسميه ديال شاكيرا؟ هو هذا السؤال كان طرح عليا يمكن من هذا المنبر نيت، شكون اللي سماك شاكيرا وعلاش سماوك شاكيرا؟ وكنت جاوبت وتلقيت بزاف ديال الانتقادات، علاش؟ حيت قلت بان الناس هما اللي لقبوني بشاكيرا، يمكن حيت كيشوفوا الستيل ديالي قريب من شاكيرا، ولا الشطح ديالي، ولا حيت كنشبه لها في وجهي. الناس قالوا لي مشعكة، فمك كبير، بزاف ديال الحوايج. يعني بغيت نقول لدوك الناس انا عاجبني راسي وانا كنشبه راسي، نشبه لشاكيرا ولا راجل شاكيرا، داك يعني كيبقى داك الشيء خاص بي انا. انا كل نهار كنفيق كنقول كنحمد الله عطاني صوره مقبوله، وبغيت نقول لهم راه كنبغي راسي وثقه في راسي، وحتى نتوما بغيو راسكم، حيت لو ما بغيتوش راسكم ما غيبغيكم حتى شي حد. هذا الشيء اللي كاين. اغلب التعليقات كنا شفنا فيهم ان شاكيرا عيشوريه، بمعنى عيشوريه يعني شي من اللوك ديال شعرك تبان زعما شي وحده قبيحه مشراره باغا تخاصم. لا، هذا السؤال يقدر يجاوبك عليه نبيل والناس اللي دايرين بيا، ما شكر العروسه راسها ما نشكرش راسي. نبيل دوي عليها؟ لا هي ماشي مشراره، لا فيها واحد شويه الشر بيني وبينك صراحه، شي طلع برا لا، ولكن هي دوس صراحه، نشوف طيبه وتتبغي الخير، و بالعكس هذا الشيء ما كاينش. لا ماشي عيشوريه. في الاول قلتي لنا بلاد متبعيني عارفيني مزيان من خلال الميساجات اللي كنتجاوب معاهم، حتى الناس اللي كنتلاقى معاهم في الزنقه، يعني الحمد لله ما تربيتش في الشر. ويمكن مرات كنتعصب شويه، كنخرج على المهم، ولكن كنعاود نبرد في البلاصه، وقلبي ما كناخذش في قلبي، يعني قلبي ابيض. واكبر دليل هو انني فاش كنتناقش انا ونبيل
في البلاصه كنعاود نعيط له ولا نصيفط له ميساج وكنعاودو نتصالحو. يعني ما يعني نتوما في العمل ديالكم يعني كاين واحد الاحتكاك بزاف، كتلاقاو مع بعضياتكم بزاف، كطراو بيناتكم شي مشاكل؟ العمل كنتلاقاو بزاف حنا ابرع، هي ماشي مشاكل تقدر تكون اختلافات. كاين الناس بغا يخلقوا بيناتنا مشاكل، ولكن عمرهم ما قدروا. حتى انا ونبيل واحد ما كيخبيش عليه، ما كنخبيش عليه، وداكشي اللي ما كنبغيش على راسي ما كنبغيش على نبيل. يعني وفتنا حنا علاقات الخدمه، دونك انا ونبيل ما عمرنا غنتفارقوا. شي طريفه وقعت لكم في شي عرس ولا شي حفله كنشوف فيها طريفه ما بغاش تنسى لكم؟ اغرب طريفه وقعت لنا هي كانت شاكيره مسكينه، من اللي شوف وقع اللي وقع، شاكيره تقطعت لها زغبه قد هكا تبارك الله فاش تلوى عليها الحنش. هذيك هي اغرب طريفه اللي غادي تكون، وكنطلب من الناس السماحه شاكيره. وتشرقوا لي نقولها كنت داخله خدامه الا غندخل، ونبيل قدمني وبدات الموسيقى ديالي، ومع الدخله تشرقوا لي السوتيانات وما عرفتش واش ندخل ونخرج، وانا شاده نبيل كيعيط كيعيط في الاخر ولا كيشطح راسو. الناس كيسحب لهم واش مشيت ما جيتش، بداك النهار ما عمرو يتنسى. ونهار تشرق لي القفطان في طنجة كنت لبست قصك مع التشريق، ديما كيتشرقوا لك الحوايج. ما فهم، يمكن حيت كنغلاض وكنضعف، كنغلاض وكنضعف، وانا ونبيل الصبع ونبيل الصبع. لا القفطان ديال طنجة حسنا بصح، جاب لي نبيل القفطان صورو لي عجبني، انا ما مشيت ما قيسته ما شفته ما والو، عجبني القفطان بزاف. شنو سميت السيده؟ أصالة الفاسية صيفطات ليا، وكنشكرها من هنا من هذا المنبر، تنقول لها شكرا بزاف بزاف. لبست القفطان، القفطان ما نقولكش واو. تميت نازله مع الدرج وهي دير بف من الله عوينه عوينه صافي صافي. ذاك النهار ما كنتش غنخدم يا كنابيل، تحلات كامله، ما كانش عندنا ما نديرو صافي، ولكن قضينا الغرض. ولكن ديما كنديباني وراسنا اخر في الدقيقه 90 كنعتقوا راسنا. ولكن بلاتي شو درتي في الدقيقه 90 اللي تشرقوا لك؟ كنت جبت معايا كسوه ديال لوريونتال لبستها وخدمت، يعني خدمت شرقي شعبي. مي هذاك النهار دازت خدمه مزيانه الحمد لله. تبارك الله عليك، صدفه خير من 1000%. تبارك الله عليكم وكنحييكم، ان شاء الله نتلاقاو مره اخرى. انا كنبغي نشكرك وكنبغي نشكر الجمهور ديال اشواقع، وكنقول لكم شكرا بزاف، وحيت حضرتوا معنا وكنتوا من الناس اللي ساهموا في هذا الشيء، يعني دعمتوا الفكره، ويعني كنتوا وقت ما عيطنا لكم كتجيو ما كتردوش الدعوه. شكرا لكم بزاف، شكرا للجمهور اللي كيبغيني انا ونبيل ناصف، حتى اللي ما كيبغيناش كنقول لكم شكرا وغادي تبغيونا.